سيداتي سادتي، وصلنا لندن. الحمد لله على السلامة. نرجو ربط الأحزمة والامتناع عن التدخين. الحمد لله على السلامة يا كابتن. شكرا. وبعدين معاكوا بقى، هو كل يوم والتاني تشقلبولي نظام البيت وتعملهولي طيارة؟ أمل حياتي يا ماما أبقى مضيفة. كلها كام يوم وتخلصي امتحان وتبقي مضيفة. إمتى بس يا ماما؟ انا عايزه الف العالم اشوف الدنيا. طب خدي افطاري بسرعه، انت ناسي ان وراك امتحان عشان تبقي نظيفه. تعال افطر انت كمان يا عادل، وكفايه طيران. محدش كلمني، انا نازل، محدش يخمني. عاجبك كده؟ ايه الطياره وقعت. القهوة يا فندم. مظبوط. لا يا فندم، دي قهوة فرنساوي. عارف عارف، متشكر. العفو. جديدة؟ أيوه، تاني رحلة. عشان كده أول مرة أشوفك. لازم، حضرتك بتسافر كتير. كل يوم تقريبا. أنا مفتش عام شركات البلاستيك في جميع البلاد العربية. تسمحي؟ أنا عبد الحميد زهدي. تشرفنا. عندي 35 سنة، أعزب، مستقيم جدا، مرتبي 100 جنيه في الشهر. ده غير بدل السفر. انت مرتبك كام؟ 50 جنيه تقريبا. لو حطينا 100 على 50 ممكن يفتحوا بيت؟ حضرتك بتقول ايه؟ حضرتي بيعرض عليك الجواز، ايه؟ مش عاجبك؟ عاجبني يا فندم، بس طريقتك دي. اصل انا راجل عملي. ايوه، بس الجواز ما يجيش بالطريقه دي. امال يجي ازاي؟ لازم نحب في الاول وبعدين نتجوز؟ تهيألي. فكره غلط. نتجوز اولا وبعدين العشره تخلق الحب. وبعدين يجوا الأطفال يرستقوا الحب، وبعدين. عن إذنك. لا، ما تتنقليش من هنا، لازم أسمع رأيك. موافقة؟ طب بعدين، إديني مهلة أفكر. عندك حق. فكري على مهلك ورد عليا. أنا هسافر معاكي باستمرار. شكرا، اتفضلي. أما دي حكاية. مالك؟ صوري راكب طالب إيجي عايز يتجوزني من غير معرفة؟ وانتي لسه شفتي حاجة، ياما هتشوفي خطاب. الميعاد امتى؟ 6:30 الصبح. هكون مستنياك.
مع السلامة. انت اللي وحشتني يا حبيبي. الحمد لله على السلامه يا هناء. الله يسلمك يا ماما. مالك يا حبيبتي؟ هل كان يا ماما طول النهار واقفه على رجلي رايحه جايه. ليه كنت مسافره على رجليكي؟ ما هو انت يا بنتي اللي اخترتي الشغله المتعبه دي. رحت فين النهارده؟ رحت لبنان. صفحه جديده. احكي لي بقى على كل اللي شفتيه في لبنان. وحياتك يا عادل ما خرجت من مطار بيروت. امال ايه فايده السفر بقى؟ احضر لك لقمه يا بنتي. ماليش نفس، عايزه انام. والنبي يا ماما ترتبي لي حاجتي في البيت النقالي ده. امتى يا بنتي يبقى لك بيت زي ما خلق ربنا؟ مش هيبقى اجمل من بيت المحندق ده. ماما يا ماما. ايوه يا هناء. ما تنسيش تصحيني الساعه 5:30. حاضر يا حبيبتي. بيجري وانا عارف قيمة الوقت عندك كده. طب شوف لي تاكسي لو سمحت. التاكسي اهو تحت امرك، اتفضلي. ايه ده انت بتهزر معايا؟ ابدا وحياتك، بس انا حاسس بالورطه اللي انت فيها وعايز اوصلك. ايه المانع؟ مش ممكن. ليه مش ممكن؟ اولا انا ما اعرفكش. يا ستي نتعرف ببعض بالسكه. ثانيا ممنوع اروح الشغل في عربيه واحد. قولي لهم قريبي، خطيبي، اي حاجه. مش احسن ما تتاخري ويبقى فيها سين وجيم؟ قادرة تخلي الأتوبيس يستناني دقيقة واحدة؟ أنا حبيبتي ما جيتش في أتوبيس الشركة النهاردة، أنا جيت مع سمير. سمير مين؟ خطيبك؟ لا لسه، بعمل له تيست. تيست؟ آه، تيست زي اللي بنعمله للطيارة. يعني حطاه تحت الاختبار. أنا ما رضيتش أخلي عادل يوصلني. عادل مين؟
عادل فهم مهندس معماري، تقطيعه حلوه، وشه كله رجوله، لو بصلك بصه تحسي بضعف شديد. خلاص اعملي له تيست. مدام صباح الفل. صباح النور. عملت ايه؟ فكرتي؟ لسه شويه. انا مستعجل، انا رايح المانيا وراجع بعد 4 ايام، هستنى طيارتك في بيروت علشان ارجع معاكي تكوني فكرتي ووافقتي. ان شاء الله. نسيت اقولك المره اللي فاتت ان يتيم الاب والام ولم يسبق لي الزواج. وليه ما يكونش بيبحلق لك انت كمان؟ علشان شفته 100 مره هنا قبل كده، عمره ما بص لي. وبعدين؟ ما يضرش. يعني ايه؟ يعني بقوا اتنين، عندك فرصه تنقي. اعملي له تيست هو كمان. انت جريء قوي. وانت لطيفه قوي. وبعدين بقى؟ انا مصمم اني اعرفك. ليه؟ عشان بس اريحلك قوي. بس انا ما عنديش وقت. بتعملي ايه في وقت الراحه بتاعك؟ برتاح، بنام. استرقيلي نص ساعه. ما عنديش والله. حاولي عشان خاطر. اسفه مش هقدر. عن اذنك. مازيل افندم. ايه ده؟ ده عادل. تسمحي انا ما افطرتش. انت مسافر؟ ايوه. عندك مانع؟ لا، لكن رايح فين؟ انت رايحه فين؟ رايحه بيروت. خلاص خديني معك. اهلا بيك يا فندم، حضرتك طلبت فطار عن اذنك. مالك؟ ده هنا في الطيارة. مين؟ عادل. نمرة واحد؟ أيوه. طب ومالك ملخومة كده؟ لأ، بس كانت مفاجأة. مفاجأة ولا فايتني شغلي؟
مش عارفة، بس اتضايقت لما لقيته مسافر كده. يبقى حصل. اتفضل. أنا سعيد جدا. ليه؟ عشان أخيرا جات الفرصة اللي أقدر أقعد معاكي فيها وأكلمك 50 دقيقة. لكن ده وقت شغلي. اسرقي لي منه 5 دقايق. الوقت مش ملكي، عن إذنك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. راجعين امتى؟ بعد ساعة الا ربع. ممكن تسرقي لي منهم ربع ساعة؟ يا ريت. قصدي ما اقدرش، في اجراءات كتير لازم اعملها قبل ما ارجع. لا ولا شيء، بس بحب اخدم. قدم شيء. متشكرة قوي، مش ناقصني حاجة. ما بدك فرجيكي بيروت، اشتري لك اغراضك بعمل. اصل ما فيش وقت، فرصة تانية. بنتظر على الفرصة سنين. أنا ما اتغديتش. أنت راجع مصر؟ أنتوا مش راجعين مصر؟ أيوه، لكن إيه اللي يوديك بيروت ويرجعك في نفس اليوم؟ عشان دي الطريقة الوحيدة. مش فاهمة. عايز أقعد معاكي أطول وقت ممكن. أعمل إيه؟ صحيح عملت كده علشان تشوفني؟ أيوه، عشان تحسي إني واخد المسألة جد. الحب ما فيهوش هزار يا هناء. من امتى؟ من اول ما شفتك. حصل ايه؟ دخلتي قلبي. صحيح يا عادل، بس عايزه اطمن. على ايه؟ على شعورك انت. شعوري هو اللي جابني معاك هنا يا روحي. يا روحي أنا اتأخرت، لازم أروح عشان ألحق أنام لي ساعتين تلاتة. مسافرة بكرة؟ الصبح، وراجعة بعد الظهر. وهشوفك أنت وفين؟ هنا في نفس الميعاد.
مدموزيل هناء. أفندم. بدي تسلمي لي هالطرد من مصر. وحياة عينك تعطي هالولد لأمه بمصر وقولي له إنه بيضل عم يبكي ليل نهار، ما بينام ولا بيخلي سته تنام. ممنون كثير، الله معك. حكايته لبناني. ما في شيء بيسعدني مثل ابتسامتك الحلوه، تضوي مثل النور بحياتي. اشكرك، انت رقيق قوي. ارجوك المفاجأة البطالة دي. حصل حاجة؟ تسرحي بيها المدة دي كلها وانت متجوزة؟ متجوزة ومخلفة كمان. انت بتضحك على ايه؟ طب انا لا اتجوزت ولا خلفت، دعوت هسلمه في مصر. ريحتيني، ودلوقتي بقى مركزي اتحسن جدا، المرتب زاد بقى 130 جنيه، يعني مش هحتاج لمرتبك. اظن بقى لازم توافقي فورا. لا مش فورا، اديني مهلة كمان اسبوع واحد لا غير. هقابلك هنا يوم السبت الجاي، اكيد بتقبل معايا. لا لازم نشتريهم سوا. شكرا. خليلك والنبي يا ماجي حسبيني بغلبي، ما احنا اللي جبناه لنفسنا. مفيش واحده فيكم تعمل لي خدمه وتستلم الطفل ده لغايه ما تيجي امه. اسفه يا حبيبتي، انا ورايا مد مهم. طب فين الهام؟ عقبال عندك قدمت استقالتها واتجوزت، وانا وراها قريب قوي. ايوه يا عادل، انا وصلت مصر بس مش هقدر اجي في الميعاد. ليه؟ في ايه؟ لما اشوفك اقولك. نأجله ساعتين، معلش غصب عني والنبي عادل. مع السلامة. سيدة رمز عدنان حضرت استلام طفلها المرجو من الآنسة هناء عبد الفتاح سرعة التوجه لاستعلامات الترانزيت لتسليم الطفل. شكرا. الو. ايوه يا هناء، ارجوكي تيجي حالا علشان تطلعي طياره الهند. اعمل ايه يا هناء؟ ما دي حزملتك عملتها واتجوزت. علشان خاطري العربيه هتعدي عليكي كمان ربع ساعه. مع السلامه. الله يسلمك. حلو قوي، تبقى هتحكيلي عن الهند. هحضر لك لقمه قوي. الو عادل، برضو هناء، مش عارفه اقول لك ايه، مش هقدر اجي النهارده خالص. طلبوني دلوقتي عشان اسافر الهند. ما تزعلش والنبي يا عادل. وازعل ازاي؟ ده خبر مفرح جدا. هترجعي امتى؟ اربع ايام؟ هقعد اربع ايام من غير ما اشوفك؟ هناء ما تستقيلي من الشغلانه المهببه دي.
معلش يا عادل استحملني شوية. ثانية واحدة، والله جعانة يا ماما، بس فين الوقت؟ عادل هتوحشني، مع السلامة. يا عيني يا بنتي، حتى اللقمة مش متهنية عليها. أبو هناء ابعتي لي معاكي فيل صغير. طيب وين هناء؟ هناء سافرت الهند وراجع مصر بعد 4 أيام. 4 أيام كتير. من فضلك طيارة الهند هتوصل امتى؟ وصلت من 3 دقايق يا فندم. كده شكرا قوي. عايزاكي وحياتك تطلعي على طيارة بيروت دلوقتي. مش معقول ابدا ابقى لسه جايه من الهند واطلع على بيروت من غير راحه. انا بترجاكي هناء. وانا عارفه رجاكي معناه ايه، معناه امر. ظروف العمل اقوى مني ومنك. اللي حصل ان فايزه كمان سابت الشغل عشان تتجوز، يعني دفعتك اللي كانت 5 صفصفت على 2. حطي نفسك مطرح. يعني اعمل ايه عشان ارتاح؟ اهرب زيهم؟ لا، عمرك ما هتهربي زيهم. انت بتحبي شغلك يا هناء. طب بعد اذنك ممكن اعمل تليفون لماما؟ مفيش وقت يا هناء، انا هطمنها. حاضر امر. وحشتيني قوي يا هناء. مش اكتر مني. يلا بينا نعوض ال4 أيام اللي راحوا مننا. يا ريت يا عادل، مش بايدي. يعني ايه؟ انا طالعه بيروت دلوقتي. مش معقول، ده حرام. ايه اللي يجبرك على كده؟ شغل يا عادل، معلش بعد 3 ساعات هرجع لك. مع السلامه. بس لما ترجعي مش هتشوفي وش تاني. المضيفة الأنسة هناء عبد الفتاح. المضيفة الأنسة هناء عبد الفتاح. المضيفة الأنسة هناء عبد الفتاح. رجاء سرعة التوجه إلى طائرة بيروت فورا وشكرا. هلا اجتني فرصة العمر. عارف في 8 ساعات تأخير. اسمع يا سامي، عندك عربية؟ ولو بأمر عيوني. طب يلا بينا. قلبك جامد؟ حديد. حلو، فأنت ليل النهار متشعلقة بالهواء. كل عزالي الشنطة الحمر، وأهلي هم ركاب الطيارة اللي بشوفهم دايما. يا حرام، صعب كتير على العيش. لو ما كنتش لقيتك النهاردة معرفش كان هيحصل لي إيه. وجودي معاك
هون عليا كل ما تعبي. لكن انا شو بقول؟ طير من الساعة. لا وحياتك بلاش تطير انت كمان. لا انا مش هتحسن. على مهلك راح توعي. يخزيني. ليه قلت كده يا سامي؟ بخاف يا هناء عواطفي تغلبني وبريد دايما تكون فكرتك عني كويسة. فكرتي عنك كويسة قوي. انت شاب لطيف ومهذب وانا لو ما كنتش واثقة منك ما كنتش خرجت معاك. الله يطمن قلبي، شجعتيني حتى صار حب حبي. بحبك يا هناء بهبتك. لدرجة دي عادل؟ عادل؟ مين عادل؟ عادل أخويا الصغير، افتكرته فجأة. ما تتصوريش قد ايه اتعذبت طول مدة غيابك. احنا مش لازم نسيب بعض بعد كده ابدا. مش هتقدري تطيري مني بعد كده ابدا ابدا. عارفه ليه؟ عشان هنتجوز. سامي بتقول ايه؟ سامي؟ سامي مين؟ سامي اخويا الصغير. ما اعرفش ايه اللي فكرني بيه دلوقتي. يلا بينا نروح. يا روح الروح، حياتنا لغيرك ما بتسوى. أنا كمان يا سامي، كل ما أبعد عنك أحس إن في حاجة ناقصاني. يعني خلاص اتفقنا؟ على إيه؟ نتجوز يا نور عيني. سامي، أنا حيرانة أوي، مش عارفة أقول لك إيه. قولي إنك موافقة. أرجوك يا سامي بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. يلا بينا احسن ما الطيارة قرب. هناء ما تتركيني بحيرتي. انا محتارة اكتر منك يا سامي، مش عارفة اقول لك ايه. لازم تكوني بتحبي واحد اكتر من التاني. ابدا، الاتنين زي بعض، ببقى مع واحد وبندهله باسم التاني. لا يا هناء لازم تختاري. مش عارفة. لا ده مش معقول ابدا. انا اول مرة في حياتي اشوف واحدة بتحب اتنين في وقت واحد. انا مالك يا هناء؟ مفيش حاجة يا ماما. رد يا ماما، وإذا كان عادل أنا مش هنا. حاضر. ألو؟ مين؟ أيوة يا عادل. لا لسه ما جاتش يا ابني. مع السلامة. يا ريتك يا بنتي تسيبي شغلة الطيارات دي اللي كلها وجع قلب. وبعد ما أسيبها أقعد فين؟ تقعدي في بيتك. مش قادرة أرتاح في حتة يا ماما، أبقى في مصر، بيروت توحشني، ولما أروح بيروت أبقى عايزة أرجع مصر، ولا فيش حاجة تربط بين مصر وبيروت إلا الطيارة.
علشان كده ما اقدرش اسيب شغلتي ابدا، علشان اطير بين قلبي اللي في مصر وقلبي اللي في بيروت. انت باين عليكي تعبانه يا هناء، اطلعي يا حبيبتي ارتاحي. تعالي. دي مش تعبانة يا ماما، دي باين عليها بتحب. صباح الخير. صباح النور. مدمازيل هناء موجودة؟ ايوه يا ابني موجودة. قولي لها عادل لو سمحتي. اهلا وسهلا. أهلا. اتفضل اتفضل. دقيقة واحدة هنديها لك. اتفضلي. ايه يا ابني ده؟ انت اسمك عادل؟ ايوه. وانا كمان اسمي عادل. تشرفني. ايه ده؟ في حاجة يا ماما؟ عادل عاوزك يا بنتي. في التليفون؟ لا مستنيكي تحت. تحت؟ حاضر انا نازلة. وحضرتك بتشتغل ايه؟ مهندس. مهندس طيران؟ لا مهندس معماري. اخي وعايز هناء ليه؟ بس يا عادل عيب، هناء جاية حالا. خش انت جوه. صباح الخير. صباح النور يا ابني. هيدا بيت هناء؟ ايوه يا ابني. انا سامي تبع مطار بيروت. اهلا وسهلا اتفضل. دقيقة واحدة يا ابني. اهلين. اهلا وسهلا. ايه تاني يا ماما؟ واحد اسمه سامي. سامي؟ ايوه سامي، بيقول انه تابع مطار بيروت. يا خبر. وبعدين؟ في ايه يا بنتي؟ مفيش يا ماما انا نازله. اكيد حضرتك الاستاذ عادل. يا اهلا فيك. يا مرحبا. والله مشتاق لك. حضرتك تعرفني؟ ايه ولو، حكتني عنك هناء كتير. وحضرتك شفت هناء فين بقى؟ ببيروت، بالمطار، بالجبل، بالحمام. حمام؟ حمام سباحه خيي. حاجه حلوه قوي. وحضرتك عايزها في ايه بقى؟ بدي اخطبك. دخيلك يا عادل توافق، وحياه عيون هناء توافق. اوافق على ايه يا جدع انت؟ اتجوزني هناء. أنا اللي أجوزها لك؟ طبعًا، هو في غيرك؟ بتاع إيه؟ مش أنت خية؟ خية؟ لا يا سيدي أنا مش خية. لكن مين بتكون حضرتك؟ أنا خطبها. شو؟ أنا اللي هجوزها يا أستاذ، حضرتك جيت متأخر. وحياة الله ما بطلع من هون إلا وأنا أمرتي. أنت بتحكي. أهلًا أهلًا. أهلًا عادل. أهلًا سامي. هناء، قول لها الأستاذ إنه أنا خطيبي. حبيب قلبي. يا استاذ ما تضيعش وقتك، انا اللي هجوز هناء. وانا شو جاي اعمل هون؟ بعمل لكم مأذون؟ قول لي هنا، هناء وعدتك بالجواز؟ يعني تقريبا. حضرتك وعدتك بالجواز؟ يعني تقريبا. شو هالحكي؟ ما فهمين شيء. الظاهر ان المدموزيل بتتسلى علينا. لا لا يا عادل، ما تصدقش يا سامي، انا مش بتسلى، انا بحب وبحب حب صادق ومن قلبي. قوليها بصراحة يا هناء، بتحب مين؟ لو قلتلكم مش هتصدقوني، لكن دي الحقيقة. قلبي توزع بينكم انتوا الاتنين، يمكن أول مرة تحصل، لكن أهي حصلت معايا. أنا آسفة عن إذنكم. شو رأيك يا أستاذ؟ قول لي أنت إيه رأيك؟ هناء بتحبني، ما سمعتها؟ ما هي بتحبني أنا كمان، ما سمعتها؟ يا خيي بدنا نشوف حل.
ما تحل عنا انت، خلي الموضوع انتهي. ليش ما بتحل انت؟ شوف، الحل الوحيد ان هناء هي اللي تختار بنفسها. هيك منيح. يلا بينا. الشربات. اتفضل. انا صبرت كتير. وانا فكرت كتير. لازم موافقة. مع الاسف ما قدرتش. ليه بقى؟ مش عاجبك؟ بالعكس، انت عاجبني. لكن مين يقدر يعمل كل اللي يعجبه عن اذنك؟ الزبونة اللي هتخش دلوقتي اسمها توحيدة بنت نبوية، كانت متجوزة معلم جزار ومات، ساب لها طفلة وتركة قد كده متلتلة. خد لي بال سيادتك، اخو جوزها عاوز يتجوزها، لكن هي بقى واقعة في حب واحد تاني، وادي فندي كده موظف في المجمع. دستور يا بلاوي، دستور دستور يا ست سفينة يلي انت في البحر عوامة، اسألك السماح يا ست الملاح، السماح يا ست سفينة، اسألك السماح، السماح، اسألك السماح. أنهار أزهار أشجار أنهار. أنت سفينة حضرت، مرحبا بك يا سلطانة البحار. وقف على رجلك الشمال، هو جسمك يتهز. يعافيك يا أخوي، يعافيك يا سلطانة، يعافيك يا سلطانة. اسم توحيدة والأم نبوية، اتجوزنا وانحرمنا بدري، لا تهنينا ولا فرحنا. تمام والنبي يا ست. هما طمعانين فينا ليه؟ عايزين مننا ايه؟ ربنا يزيدك علم ونور يا سلطانة. حبينا وانشغلنا، لكن الحبيب لم سأل عنا. تمام والنبي. فين قطره؟ هتقولي قطره. قطره؟ قطره ما معيش يا سيدي. إيه إيه لا، إيه إيه ان كان يلزم نجيبه حالا. فانيلا بعرو. فانيلا؟ فانيلتو بعرو. فانيلتو ازهار انهار اشجار، خصلة من شعر راسه. ازهار انهار اشجار، ما تخلوا عندنا انظار. الى عمل جبار، خصلة من شعر راسه. عيني عيني يا سلطان، نجيبها حالا. دستور يا اهل النور، دستور. الحجاب ده ما تشيلوهوش من تحت باطك اليمين. حاضر. والحجيبة دول تحطهم تحت العتبة وهو يخطيهم. حاضر. قالب السكر ده تحطيه في قهوة أو شاي وتشربيه. السماح، السماح هو اللي يشربه. حاضر. حاضر. اطلق البخور وانت بتستحمي سبع كزان وتقول الكلام ده، وفي سابع كوز هتلاقيه بيخبط على الباب. لو ما خبطش ولازم تقولنا على طول تاني. أنا حاضر. مع السلامة. اتفضل. ايه ده؟ ايه ده؟ فلوس؟
اعوذ بالله من غضب الله. دي حاجة بسيطة مش قد المقام. ابعدي عني انا متوضي. اديله كمان واحد يختي وستة. اطلعي بره يا اهل الدين. وانا اجري عشان اخد فلوس؟ ابيع العجل واشتغل بالفلوس؟ بره بره. قومي يا اخي اقعدي يلا بره. عملتيش ده؟ ايه اللي عملتيه ده؟ خسرت الدنيا تديله فلوس؟ هو ده بتاع فلوس؟ راجل بتاع ربنا. والنبي يا اخويا ما كان قصدي. قصدك ايه؟ خسرت الدنيا؟ هات وانا اصلح لك الموضوع. ده احنا ما بناخدش حاجه في جروبنا. ده كل ده بتاع الاسياد. ايه ده؟ اتفضلي. ده الحجاب لوحده متكلف 7 جنيه. ده مكتوب على ورق من بحر الغزال وقلم بسط من اسيوط وميه ورد من بيروت. طب يا اخويا اتفضل يا سيدي ادي 10 جنيه. اتجمد العملة المتجمدة تجمد العمل. فكيها بقى عشان ربنا يفكها. خلي بالك معاها شوية عشان اجوزك عروسة مال وجمال ودلال. اهو احنا بنعمل اللي علينا بقى. اتفضلوا مع السلامة. مع السلامة. العتبة جزاز والسلم لينه لينه. العتبة جزاز لينو العتبة. الشركة اللي تخشها سرقة تتنجس. طبعا اكيد احنا بنشتغل بما يرضي الله. بما يرضي الله. بما يرضي الله. راجل يعني ربنا بإذن الله هيزيدك علم ونور. اهلا اهلا ست وحيده. ازاي مراتك يا عوض؟ نحمدها ست وحيده بس ضعفانه شويه عايزه تتقوي كده. اه طب خد قويها. هو يوسف افندي فين؟ طلب اجازه النهارده عشان عيان. عيان؟ اه. هو ساكن فين؟ عايزه ازوريه. مش واجب برضو؟ اه طبعا احنا نخدم بعنينا. اخوك الصغير. طيب سلامتك يا سي يوسف. الف بعد الشر عليك. سلامتك يا استاذ. اتفضل. شاكرين يا ست. يعني نخدم بعنينا. اخوك الصغير. بعد الشر عليك. عندك ايه؟ لا ده الست هي اللي تعبانه. الست؟ لا سلامتها الف سلامه. اتفضلي. لا مؤاخذه بس بزورك كده من غير سبع معرفة. لكن سيوسف بقى افضله كتير عليا. يا ستي انستينا وشرفتيني. الله يا انتك. والنبي انا قلبي انفتح لك زي ما اكون عارفاكي من سنين. تعيشي يا روحي. ايه ده؟ امال الولاد ما بيبطلوش طقطقه في الورق؟ سيبهم. يا اخويا سيبهم يلعبوا. عن اذنك دقيقة واحدة. اتفضلي يا حبيبتي. احنا متشكرين قوي على الزيارة دي لكن الفاكهة يستحيل هقبلها. يا ندم يا سي يوسف ما تقبلش الهدية. دي مش هدية يا ست توحيدة. ها؟ دي تعتبر رشوة. رشوة؟ طبعا. اخص عليك يا سي يوسف. ده انت خيرك عليا. هو انا اقدر اكافئك على جمايلك؟ وليه التعب ده بقى؟ تعبك راحة. اتفضلي. اتفضلك يا روحي.
والنبي لو سمحتي كوبايه ميه. حاضر عينيا الاثنين. يستر عينيك. يوه نسيت الكبريت. يا تسلمي يا اختي. ده انت انستينا ونورتينا. الله يقلبك. خد الشاي بتاعك. اتفضل. معلش ماليش نفس. ها؟ لا ده مظبوط ظبط على الاخر. ماليش نفس، اشربيه انت. طب مفيش معنى. بالهنا والشفا. ميرسي قوي قوي. ولو اني فيها رزاله. قوي قوي اتفضلي. تعالي. تعالي. اوضه نظيفه. لا بلاش. اتفضل. كتر خيرك. استني يا بنتي طهير، محدش ياكل من الفاكهه دي. اعوذ بالله. ليه؟ دي رشوه. رشوه. انا لازم ارجع السبت ده دلوقتي حالا. انت عاوز تفضح نفسك بين الموظفين وتطلع لك سمعه؟ دوقيني الرشوه بتاعتك. الله، دي رشوه حلوه قوي. فتلت لك على سائب محبتي واشتياقي يا يوسف يا ابن حواء وادم. ريقي عليك شفا، شعري عليك كسى، خدي ما يلطم الا خدك. ما تحب بعدي ولا قبلك بنت من بنات النساء الا توحيده بنت نبويه. هيا هيا يا عظمه الله القوي. مين؟ 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 انا يوسف. مفيش لزوم. انا بس الناس طالعين نازلين يقولوا ايه. اتفضل 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 في الصالون. اصل هي كلمه واحده. طب بس اغير هدومي ولا انت عاوزني استنى كده؟ حضرتك نسيت الكيس ده عندي في البيت. يوه ده انا افتكرته ضاع. ونعمل امانه ونعمل اخلاق. اتفضل يا كيس. ايه ده؟ حقك القانوني يا اخويا. الكيس كان فيه 100 يبقى حقك 10. انا مش بتاع كده. سلام عليكم. ايه بس استنى. مين؟ انا جاي. يا مصدي اخو جوزي. استخبى يا سيدي. استخبى؟ استخبى ليه؟ لو شافك تبقى مجزره. مجزره؟ مجزره ليه؟ ردي حسك. مجزره ليه؟ هو انا حرامي؟ ده راجل شراني. وانا مالي وماله؟ اصله بيحبني. يحبك ولا تحبيه؟ تورطيني معاك ليه؟ ايوه طيب طيب طيب. انا خايفه عليك يا سيوسف، ده لو شافك وانا كده يذبحك. يذبحني؟ او يطلع براءه. استخبى اعمل معروف. استخبى. ايوه طيب طيب. ما عنديش الشجاعه. اذا كان ولد عمي مطوعك على كده. كنت بتكلمي مين؟ انا كنت في الحمام. بس هنا سامح اسراف راجل. ده لازم الراديو. امال اسراف.
مديون الله يخيبني. اهدينا المولد كل سنه وانت بهنا. اتفضل في الصالون على ما اغير هدومي. طيب بس ما تغيبيش عليا علشان في كلام كتير عاوز اقوله لك عشان المولد. ايوه ايوه تمام. انت ولد عم يا مبروك، وقبل ما اجرحك بكلمه تندب في قلب الصاص. لك انت ما خلصكش ان حريمك تنكشف على اللي اسمه عنا ويتمسخروا علينا. وايه اللي جرى علشان تتكلم؟ مين؟ سيوسف؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيوسف. اتفضل يا اخويا اتفضل. يا خطوة عزيزة يا الف مرحبا. اهلا وسهلا اتفضل يا اخويا. سيوسف افندي يا معلم. باش كاتب المجلس الحاسمي المعلم جاد اخو المرحوم. عن اذنكم اغير هدومي. اتفضل اتفضل. اه اه بتاع المجمع؟ انا موظف في المجلس الحاسمي. يعني في المجمع؟ ايوه. اهلا وسهلا. يا مرحبا. انا مكرم. اصل بقى لا مؤاخذه الافنديه بتوع المجمع دول فاكرينها فاته عاوزين يلهطوها، لكن ثلاثه بالله العظيم اللي يهوب ناحيتها اشرحه. من فضل حضرتك داير السكينه دي. توحيده دي مرات اخويا وانا راجلها، انا اللي لازم المها واتجوزها. هو حضرتك مش متجوز؟ انت مالك؟ ايش عشره؟ انا مالي انا مالي يا ست توحيده. اقعد اما فطامك. حضرتك عاوز تقول ايه بالظبط؟ توحيدة دي انا اللي خطيبها. الف مبروك عليك. وكل العيلة تشهد بكده. والف مبروك على العيلة. اه اقعد اما افطمك تاني. مش عاوز اتفطم يا اخي. يا ست توحيدة. دي فضيحة. ده انسان لا عنده لا دم ولا حياة. افندم سعد البيت. عند اهلي يوسف افندي. حاضر يا فندم. سيجارة يا مدام. تشكر يا اخويا. سيجارة. شكر. ها وبعدين؟ عدو ولولا ستر ربنا كانت بقت جنايه. اعوذ بالله. واحد يشوف مرات اخوه عريانه مع راجل غريب في اوضه النوم وعاوزه يعمل لها ايه؟ يقتله ويطلع براءه. لكن هي بقى عملت ملعوب ونجاته. اه خايفه على مركزه، اصله موظف حكومه. وبئس الموظف. تعرفي صاحبتك دي لو اشتكته هيحصل له ايه؟ اه هيفصل من وظيفته فورا. في حاجه يا يوسف فندي؟ حضرتك طلبتني. سلمت ست توحيده المستندات اللي قدمتها في قضيه المدفن. اتفضلي معاها وخدي عليها الايصال اللازم. متشكره قوي. العفو يا فندم، مع السلامه. يا ست مفيدة. نبيها يا اخويا نبيها. يا ست نبيها. رجلي. رجلي 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 رجلي. الحمد لله جت سليمة. الحمد لله. ايوه فوقي يا اختي فوقي. المقص طار من ايدي. يا سلام، الحلال ما بيضيعش ابدا. مقص ده ضايع من عهدتي بقاله 3 اشهر دلوقتي. الحقيني يا نبيل. ايه يا اختي؟ الختم الذهب بتاعي ضاع. يا لهوي ازاي؟ انا عارفه انا كنت طلعته عشان اخطب بيه الوعظ. يكون شيختي وقع هنا في وسط الورق. يمكن. الكلام ده ازاي يا اختي؟ ده ذهب ومتكلف تقله. انت يا اختي متاكده؟ يو يا نبيها وانا مصطوله؟ بقول ايه؟ يكون شيختي اتدحرج وقع في الدرج وسيوسف قفل عليه؟ يمكن. درج؟ اتفضل. وادي الدرج اهو، دوروا فيه زي ما انتوا عايزين. ها يو يقطعني. ده انا سايباه عند الساغ بيعمل له بالبيله. شفتوا بقى؟ تسمحوا بقى تروحوا تستريحوا في البوفيه؟ انا عارفه انك زعلان مني عشان الفصل بتاع امبارح. وانا هزعل ليه؟ اخو جوزك وعايز يتجوزك، وانا مالي يا ستي؟ يتجوزني؟ طب
طب وحياد ده وفداه رقبتي لما يشوف حلمة ودنه ما يطولني ولا يمد ايده على شعرة من شعر راسي. ما بحبوش يا سيول. زيت حبة بس المصاريف حد يتحبه اصل الاسياد شاف حبك زاد رباه وتسعر المحبة. جبت الطلبات جبت الطلبات جايين في السكة وحيلفوا اربع مرات باروكة بمبة وجزء اتاور بندقي 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 وحمارة حولة ترفيد لها فندقي بندقي بندقي وعشرتك وسحامم هزز فيهم بردة برقبة وزة وزة وجمال درس وثلاث رجل علشان كان ابوك جوز معزة 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 على شرطي قابلتي تفكي عقدتي وتريح مهجتي ده حبيبي يا الله وانا وانتي يا الله سلامة ده انا عقلي يا ده حبيبي يا ديك الرومي يندبح يتنظف ويتبخر ويتحمر بالسمن والزعتر ولازم ياكل منه. وهاكله له ازاي؟ سيبيه عليا انا اكله لابوه. ابوه لا. وبالدم بتاعه تعملي في طريقه 21 علامه. علامه؟ ايوه علامه ورا علامة. هيخطيهم هيبقى زي العجينة في ايديك. 21 علامة. 17 18 19 قومي صبرك عليا لسه اتنين اتنين ايه الناس جايين. قومي يا شيخة قومي احسن بعدين يشوفونا. يا حسنين. نعم. امتى الدوام؟ حاضر. الساعة بقى 8 ل 10 زمان الموظفين جايين. حاضر. Thank you.
ارجوكم يا حضرات محدش يمر من هنا ابدا. انا طلبت النيابه عشان التحقيق. العلامات دي موصله لغايه المحفوظات. لازم في سر هنا. عصابه جاسوسيه محدش عارف. والعمل لحضرتك يا فندي. تعال هنا ما تنسى العلامات. صباح الخير. صباح النور. ياه انا عيني عليكي بارده. ده انت النهارده عروسه من الجنه. تسمحي لي اتجرأ واقول لك واطلب منك ان انا وكل ثروتي تحت رجليك. ثروتك؟ اه. النبي حارسك. طب اضطر بقى ورينا عشيرتك يا النبي. قطيعه مفيش الطوبه الا في المعطوبه. دي جت فيك انتي. طيب الاستاذ يوسف عبد البديع عبد العظيم احمد الربيعي. ايوه يا فندم. ايه ده ايه ده اخبار اليوم بتهنيك بلبس القدر. اسمك طلع في القرعه وكسبت دبلومي. اتفضل امي. شك بكل فخر. اتفضل شك. اتفضل. متشكرين جدا. اتفضل معايا. اتفضل اتفضل. ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش. اتفضل كل على الناحيه الثانيه ناحيه اليمين. لا انت بتاكل ديكرومي لازم تبتسم. ابتسم ابتسامه خفيفه. ايوه كويس جدا. ناحيه بقى الثانيه ناحيه الثانيه بقى ناحيه الشمال. ايوه بايدك دي. ايوه كويس. كل بقى مع بعض. ابتسم ما تلاقيش بقى. عيش عيش وانت بتاكل اتمتع. ايوه فين المتعه اكتر شويه. كويس متشكرين جدا متشكرين قوي متشكرين. وان شاء الله لما اقبض فرق العلاوه. ايه الجمال ده كله؟ اكل الدين دي عامل عمايله. الاكله لكماني قوي. ما انت معدتك مش واخده. ليه بقى؟ يا ما كنا ديكروم. امتى الكلام ده؟ احنا من يوم ما اتجوزنا 7 سنين دلوقتي ما دخلش بيتنا ولا رومي واحد ولا بلدي حتى. الحمد لله احنا مبسوطين ومسرورين بنفسنا. ربنا ما يحرمناش منك. ولا يحرمنيش منك. أنا بتعذب يا وقلبي بيتقطع عشانك. مش قادرة أوفيك حقك. مش بإيدي. المرض معجزني. بكرة تخفي وترجع لك صحتك أحسن من الأول. أنا مش هخف يا يوسف. ومش عايزة أظلمك معايا. ايه ذنبك عشان تعيش مع واحدة عيانة؟ اتجوز يا يوسف. انا مسامحاك والشرع معاك. خليني انا اربي الاولاد. اتجوز يا يوسف اتجوز. وماله يا ابني؟ هو عيب؟ كلمها قول لها. مش قادر. لما احلاها من بعيد هتفهم قصدك. هتقدر على طول. توحيدة بنت بلد وتقدر الناس. مش عارف اكلمها. لا لا لا, لا. انا هكلمها وزي ما تيجي تيجي. اه كده معقول. عند البسكاتب. هي مين دي؟ قال لا ايه بس يوسف احنا بنبع لينا اخوك الصغير. خير يا ست وحيده. يا اختي طب ما انت بتعرف تضحك اهو يا سي يوسف. تسمحي تشرفيني في المكتب عشان تمضي على الاستماره؟ قوي قوي من عينيا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ازيك يا ست وحيده؟ تسلم يا سي يوسف. في الحقيقه الواحد ما بيعرفش ان اليوم ابتدى الا لما بيشوفك. جد ولا هزار؟ دي الحقيقة. طبعا من غير حفاء. معلش يا سلام ده انت بتنوري المجمع. غريب يا اخويا انا بقالي سنة باجي المجمع كل يوم. اللي ما شفتك مرة بصيت لي ولا ابتسمت لي ولا قلت لي كلمة حلوة من اللي بتقولهم دلوقتي. مشاكل يا ست توحيدة. زي ما انت شايفة طول النهار بلف على رجليا زي الطور في الساقية.
15 زي السبع اللي في القفص. هي في الاستماره اللي عنديها. في الحقيقه مفيش استماره. ايه؟ انا كنت عايزك في مساله شخصيه. انا تحت امرك. امر. ست وحيده، انا لا واس يوسف اتاري المكتب منور. الله ينور عليك. ست وحيده هنا؟ يعني ما صبحتيش عليها زي كل يوم؟ ما كنتش في مكتبك. الله الله، عاملينها قهوه ولا ايه؟ الموضوع اللي كنت عاوز تكلمني فيه. ما اقدرش اتكلم معاكي هنا. انت تيجي تتغدى عندي بكره في البيت عشان نتكلم على رواقه. بس انا عشان خاطري. خاطرك غالي عندي قوي. خلاص انا هستناك بكره في البيت على الغدا. حاضر. خلاص يا ست فاتن، اهو بكره اللي عليه الرد. شعليلي لي قلبه، اشغلي لي باله، اكويه بالحب اللي كويلي. راونه راونه راشقه رهزة. يلقت تنس راح بالا. يا بنت ايه يا اخويا؟ تجلي يا ست البحار. الليلة زفته وبكرة دخلته. والنبي من بكرة هيجيلك خاشع طايع راكع تحت رجليك. خلاص
اتخطبت لموظف كبير قوي في المجلس الحالي. الواد يوسف افندي؟ اسمه الاستاذ يوسف عبد البديع. شبكني وجاي النهارده يكتب الكتاب. والله العظيم عالة توحيدة بقى كل ده يجرى منك ومن ورا ظهرنا كمان. يعني ما احناش رجاله ولا ما احناش رجاله؟ انا مش قاصر عشان حد يمشيني، ما حدش له كلمه عليا كده. طيب يا توحيد. ولا يهمك يا معلم، انا اخلص لك عليه لوحدي. لا يا ابني ما تودوناش في داهيه. شوف احنا نفقعه علقه وتيمي، نفشفش عظمه سكيتي من غير ما يبان ايها اثر على جدته. هنخلص عليه ونخليه شرك ومصلحتش للجواز. واضح يا معلم، واضح يا معلم. يلا وزعوا نفسيك. يا ترى اتاخر ليه يا نبيه؟ اهو جه يا توحيده. جه ما اقدرش اقول لا. مش زبدي. وعندي اولاد. ومال يا اخويا؟ حقك الشرعي محدش يلومك. اصل مراتي عيانة. وانت ذنبك ايه تفني شبابك مع واحدة عيانة؟ انا تعبان اوي يا ست توحيدة. وانا خدمتك يا سي يوسف. انا عايزك اوي اوي يا اخويا، اوي تحت امرك. عايزك بس خايف اقولك تكسفيني. عليك بقى ده كله واكسفك. عاوزك عاوزك تسلفيني 50 جنيه. ها؟ عاوز 50 جنيه سلف اعمل عملية لمراتي بس كده، وهسددهم لك على 10 اشهر. مش عاوز حاجة تانية؟ وعاوز ايه تاني؟ مفيش كلام تاني؟ كتر خيرك. هو ده الموضوع
اللي كنت عاوزني عشانه؟ ايوه، بس كنت مكسوف اكلمك، لكن بقى كرمك واخلاقك العالية. اخلاقي العالية؟ عليكم لخلي الجن الازرق يركبكم. والله ازرق تاني، ما تبطلوا بقى، ما انكشفنا واللي كان جن ازرق. قال انت بتضحر معايا ليه؟ ما انا ماشي معاك، مش عاوز تقبض عليا. اقبض كاسي. شو بك يا شاب؟ شو اللي أفكر؟ بالدنيا. شو بقى الدنيا؟ ما تسأل، لازم تقولي لي شو اللي مضايقك. أنا هون حتى أسليك، مش حتى إزعجك. ولا يهمني، قولي لي حتى ساعدي. تسمح لي بقنين شمبانيا كمان؟ تكرم عيوني. وأنا سيدتي حتى إجا يوم وشفقت حالي وقررت إني أهرب ونزلت على بيروت. كافحت قد ما بقدر وبالآخر تعبت. أنا تعبت كتير يا عدنان بيك. أنا رح أنسيك التعب وعود عليك كل الأيام اللي تعبتيها. أنت أمري؟ أنا تحت أمري. تسلم. عن إذنك لحظة، رح غير تيابي وارجع لك. اوعى تمشي وتتركني. لا، كيف بدي اتركك؟ اوعى. ابدا.
مثل كل يوم. أمر. الله يسامحك. أنا ما قلت هيك. أمال قلت إيه؟ قلت وطي هيدا شوي. أنت ما بتحبيش المزيكا؟ بحب المزيكا، بس بحب الدوشة. لكن أنا عايزها كده. ليش؟ عشان أروق مزاجي، أصل متعتني شوية. شايفة؟ ما اصطدتش ولا سمكة النهاردة. عاجبك كده؟ وأنا شو دخلني؟ أنا اللي مرسي. كام الحساب؟ 11 ليرة كله. حساب أنا بس؟ 5 ليرة. طب شكرا. لا مؤاخذة أصلي معيش فلوس كفاية. أنت بتيجي هنا كل يوم؟ نعم، ليش عم تسأل؟ عشان أبقى أبي. مش فقت حالي وقررت اني اهرب ونزلت على بيروت. كافحت قد ما بقدر وبالاخر تعبت. انا تعبت كتير يا سامي بيك. انا راح اعوض عليكي كل الايام الصعبه اللي شفتيها، بس امري. تسلم تسلم يا سامي بيك. عن اذنك لحظه راح غير ثيابي وارجع لك. اوعى تمشي وتتركني. اوعى تتاخر.
وشك حلو علي. اتفضل. وليش الكرم كله؟ ده رزقي. أول ما جيت السنارة غمز. وقبل ما أجي؟ ولا سمكة كانت تسأل فيه. الحمد لله، الله ما كسفني. أنت مصري؟ أيوه، وأنت لبنانية طبعًا. إيه؟ أنت فطرتي ولا لسه؟ لا بعد. خلاص، تفطري معايا أنا. بس على شرط، كل واحد يدفع حسابه. أنا مستعد أفطرك كل يوم على حسابي. ما عندي مانع. بس مش حي يوم وتسهقي. وليش تنعمل حساب هاليوم؟ على رأيك. هيئتك توفقت بالصيد اليوم. وشي حرزان؟ يعني رح نتغدى سمك؟ يا حبيبي أنا فهمتك 50 مرة إن السمك اللي بصطاده محبش حد يشاركني فيه. طيب يا سيدي. بعد ما غمزي؟ لا يا ست لسه. شو صار؟ سمكة واعية كلت الطعمه وهربت. لازم تكون سمكة قوية. على مين؟ أنا وراها لحد ما اصطادها. سمكة؟ أيوة طبعا. ولا أنت قصدك حاجة تانية؟ في حاجة؟ بتمنى تكون حياتي هيك مثلك. وليه ما بتعمليش من حياتك زي ما انت عايزة؟ كيف؟ تجري تلعبي تفرفشي تصطادي سمك. ايوه كده. اضحكي للدنيا وحاولي دايما تشبعي منها. بس بس كفاية بالبطة، حتى فيش سمك. سمك سمك، انت ما عندك غير سمك. الله كفايه بقى. قلت لأنه لا أبدا. ما قلت لي شو اسمك؟ فتحي. وانتي؟ شمس. فتحي. نعم. تسمح بكلمة؟ أفندم. مش سامعة. أفندم. مش سامعة. بتشتغلي في كبري؟ بقعد مع الزباين. وبتقعدي ليه مع الزباين؟ لان الي 10% من الطلبات. طلبات؟ اي نوع من الطلبات؟ ما تزعليش يا حبيبتي، ما كانش قصدي. شو بيك سكت؟ ولا حاجة. انت زعلت لاني بشتغل بكباري؟ لا ابدا. يعني ما نزلت من عينك؟
لا ابدا. شمس. عيون شمس. انت حياتك مليانه ناس، ليه اخترتيني انا؟ انا ما اخترتك، مش انت صياد؟ لا صحيح. ليه؟ يمكن لاني عرفتك برات الكباريه، ويمكن لان ما حاولت تطلب مني شيء، ويمكن لانه هيدا نصيبي. اجيلك الليله الكباري؟ بترجاك يا فتحي، الكباري محل شغلي، وبعدين شمس اللي بالكباري انساني تاني، ما بحب انك تعرفها ابدا. انا مضطر اروح المكتب وافتح الشقه.
ادفع الحساب وقصدك، بس اوعي ما تشفي. ولو رح غير تيري والحق. حاضر، بس ما تعملي مثل كل مره، بقيت ناطرك 3 ساعات حتى نشفت من البرد. شو ذنبي انا؟ قلت لك انطرني محطة بنزين شيل لطردني محطة موبيل. واليوم؟ اليوم مثل ما اتفقنا تنطرني محطة بنزين توتال. اكيد رح اجي. شو عم تعمل؟ عم بكتب توتال حتى ما انسى. برافو ذكي، عن اذنك. تفضلي تفضلي. جرسون، امرك ابيك. قديش حسابك؟ 500. حاضر. ما تضحكينا معك. في زبون ناطرني بمحطة البنزين، يا حرام هيتين من مرة بعملها فيه، بكون دنة من البرد. أنا بغير. بدي اقول لهم سيرهم على قد عقولهم. فاهم، بس يعني مش يمكن يعني واحد منهم شكله يعجبك ويمكن تخرجي معاه؟ وليش بدي اظهر معه ما انت موجود؟ شي مطرح؟ أرجوك تسيبيني، رجعي أنت لشغلك. خلاص، لغيت شغل، مشي معي. على فين؟ لعندي على البيت. قرأت؟ أنا آسف على اللي حصل. ما قدرتش أمسك نفسي. كم مرة رجعتك ما تجي على الكباري؟ ألو؟ مش موجود. مين؟ واحد عم بتقل دم. كان عايز ايه؟ شو بدنا منه؟ خلينا هون. ما
هلو هلو شو بك يا حبيبي؟ مفيش فايدة. طول ما الناس دول بيني وبينك مش هرتاح أبدا. كل ما بفكر في السكارة وما بياكلوك بعينيهم وبيلمسوك بإيديهم بيحصل لي جنون. شو بدي أعمل حتى ترتاح؟ مش عايز حد يلمسك غيري، عايزك ليا أنا لوحدي. ما أنا إلك لوحدك. لا، بياخدوكي مني كل ليلة، بتديني الوقت اللي فاضل منهم. ليه؟ عشان إيه؟ عشان هما معاهم فلوس وأنا ما عنديش. شو بدك تعمل بالفلوس؟ أمنعك عن الشغل، أبعدك عن الناس، ما يبقاش حد في حياتي غيري، أنا بس اللي أسهر معاكي، أنا بس. أنت حياتي، أنت عيوني، أنت قلبي، أنت، أنت. شمس عدنان بالك هون. شو بك يا فتحي اليومين؟ بالك مشغول، في شيء؟ السمكة تعبانة شوي. اليومين فتشت عليك بكل مطرح ما لقيتك. بنت عند واحد صاحب. انا زعلتك بشي؟ لا ابدا، كانت افكار سخيفه وعدت. وهلا خلص؟ خلص. ست شمس عن اذنك هلا رح اجي لعندك على البيت بعد الشغل. رح في زبون طالبني رح اقعد معه. ما تخليه يستنى شوي. هيدا زبون تقيل يا فتحي، يمكن يطلب لي 4 أو 5 قنينة شمبانيا.
يعني المسألة مسألة فلوس. لا شغل. وبعدين صار لي يومين بيلي مشغول عليك وما قعدت مع الزباين أبدا. بس أنا لسه ما خلصتش كلامي. ولا بتفضلي تقعدي مع الزباين؟ فتحي ليش هالكلام الجارح؟ أنا فهمتك إنه هيدا شغل. بدك تقولي إني مش قادر أديلك اللي بديهولك الزباين. ليش بتفكر هيك يا حبيبي؟ أنا عمري طلبت منك شيء؟ يبقى خلاص خليكي قاعدة شوي. طيب جاي. معلش يا فتحي هالمطرح مش إلك. روح أنت هلا وبالليل رح نتقابل. بس أنا دافع فيها 1600 ليرة. تقول لي 300؟ والله أنا هيك بناسبنا. طب هات 500. لا 400. ها انتبه لي شمس. عن إذنك فتحي شو اللي رجعك؟ رجعت أقعد معك. قلت لك ما بقدر. شيء مسألة فلوس بسيط. جرسون شامبانيا. شو عم تعمل يا مجنون؟ حسر معك الليلة في حاجة دي. فتحي خلي اللي راتب جيبك. مالكيش دعوة. وحياتي أنا خليني ينفعوا. حصرف كل اللي معايا عليك. هيدي هبلني. لا ده مزاج. مزاج زدت فلوسك هيك؟ قوم طروا على البيت. مش قبل ما برهن لك ان اقدر اخدك من اي زبون واقدر اخليك تقعدي معايا. ما انا معك. انت فاهمه كويس انا قصدي ايه. هيك عم تفكر؟ اي مثل ما بتريد. وانا ساكته حتى اجا يوم وشفقت حالي وقررت اني اهرب ونزلت على بيروت. كافحت قد ما بقدر بالاخر تعبت. انا تعبت كتير يا فتحي. هي دي الحكايات اللي بتحكيهم للزباين؟ نعم. ده لما تكوني عايزه تنكدي عليهم. انما لما تكوني عايزه تسليهم. سليهم؟ تسليهم. ما فهمت كيف يعني. يعني تبسطيهم. بغني لهم. يا ابو الطاقيه انا قلبي معاك تكذب علي بترجع ومن شباك لتاني شباك اركض وراك اركض وراك يا ابو الطاقيه يا ابو الطاقيه انا قلبي معاك تكذب علي وبترجع ومن شباك لتاني شباك اركض وراك اركض وراك يا ابو الطاقيه مال الهوى والتقيه هنا والحب مايل علينا مال الهوى والتقيه هنا والحب مايل علينا لو يا حبيبي وانت حبيبي لو يا حبيبي وانت حبيبي تاخدني معاك يا ابو الطاقيه تكذب علي وبترجع يا ابو الطاقيه وشباك لتاني شباك اركض وراك اركض وراك يا ابو الطاقيه وعيونك اللي غيروني يا خوفي بكره يفوتوني
وعيونك اللي غيروني يا خوفي بكرة يفوتوني والحب يمشي والعمر يمشي والحب يمشي والعمر يمشي ولا كنش معاك يا ابو الطاقية تكتب علي وبترجع ومن شباك لتاني شباك اركض ورك اركض ورك يا ابو الطاقية يا ابو الطاقية برافو سليتك مثل ما كنت تتمنى واكتر يعني ما خيبت املك لا ابدا طيب عن اذنك رح غير تيبي وارجع لك بس ما تتاخريش عشان نروح سوا مش رح اتاخر اوعى تروح وتتركني اوعى ست شمس ايوه شو معرفه قديمه زبون متكل الزباين